ده انت شايف مصر كلها من فوق. تعالى المقطع اهو. اكل شعبي على ابوك يا عم. والله اتخضيت يا عم. احنا تايهين اقسم بالله ما عارفين نخرج. هيو اهلا بكم في سلسله الفيديوهات اعمل ايه تعمل ايه عايز تروح قلعه صلاح الدين. ايوه المكان اللي بنشوف منه مصر القديمه كلها. ومعانا لافا مرشدنا النهارده. طيب لو عايزين نروح السيده عائشه ونزور القلعه ونشوف جامع محمد علي نعمل ايه؟ يلا بينا نشوف الحوار ده. وعشان تروح القلعه هتنزل محطه مترو الملك الصالح وتخرج تتمشى شويه وتنزل سلم النفق وتركب اي حاجه رايحه السيده عائشه وتنزل الاخر السيده عائشه. هتنزل قدام مسجد السيده عائشه وهتلاقي القلعه على يمينك. وده بتاع الدره لازم ناكل من عنده. اخبطي يا ميمي. احنا هنطلع بس عايزين نفطر الاول. لازم افطر. هتفطرنا ايه في السيده عائشه؟ تعال ناكل فول. يلا بينا. وجنب الجامع على شمالك هتلاقي عربية الفول. انا فاجئت انها عربية فول. انا عمري ما اكلت من عربية فول قبل كده. يعني انا بحب الفول بس ماشي فهنجرب. يلا انا خايف. اصحى يا منطقة واسمع النداء. طلب الفول ب 10 جنيه والبيضة ب 3 جنيه. فيهم واحدة مدحرجة؟ كله مدحرج. فين انا مش طالب بيض مدحرج؟ مفيش هنا مدحرج يا كريم ده بيض مسلوق. طب ما انا قلت له قال لي ماشي والله بيريحلي. انا مش هاكل غير الفول. انا ما بحبش الفول غير من البيض. في ايه يا اسطى؟ كل دي ردة؟ عايز ما نشبع في العافية. ما انت عايز تزودناها طحينة؟ عادي كده تقوم تديله الطبق. ده حاطط على البيض طحينة برضه. ده بيتحطوا طحينة على أي حاجة. أنتوا بتفطروا هنا كل يوم؟ يلا بينا نشرب عصير قصب. جامد 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 بقى. بيحط تلج كتير؟ بيحطش تلج اصلا. ما بيحطش تلج. الراجل بتاع عصير القصب توفى نبزع عن حظنا. تعال نروح حد تاني بس يلا. بعيد ماشي يلا بينا بس جامد جامد من غير تلج برضه. اسمه ايه بقى ولا ملوش اسم؟ يعني انا لو عايز اجي اعمل ايه؟ يلا ده اسمك بيني. يلا بينا. ونعني ده من غير سلك. القصب ب 4 جنيه. بتشربوا قصب هنا كل يوم؟ اطفوا ميتنا معانا عشان ما نطلعش فوق نتسوح. الجو حر. عايزين نطلع المقطم مرة. عايز الفيديو ده يوصل لكام الف لايك عشان نطلع المقطم. تعال المقطم اهو. يا سلطة عبيد. انت مش كونتنت كريتور ولا ايه يا صاحبي؟ المقطم جنبنا اهو. لو عايز تطلع المقطم دلوقتي طلعه. بكام الف لايك؟ 30,000. ليه يا؟ هو في ايه؟ انا ما نزلتش عن 30,000 لايك. يا جدعان 30,000 لايك الراجل ده يطلعنا المقطم. وتورينا القلعه بتفتح من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 4:30. ما تطلعش في الفخ وتفتكر ان ده شباك التذاكر، شباك التذاكر جوه. عايزين مواسع بيبسي هنا بخمسة جوه 30 جنيه. حبيبنا على البوابة بياخد البطاقة يكشف عليها بعد كده تخش. لو معكش بطاقة بيفتشك كده ويقول لك اسمك ايه ومش عارف ايه. يلا بينا. تذكرتين مصريين. التذكرة بقت ب 40 جنيه. التذكرة ب 40 جنيه. تيكت 200 جنيه. هنعمل ايه بقى؟ بيعملوا ايه هنا؟ نخش بقى متحف. يعني هنا متاحف و ده طب الداخل ده اسم الشرطه ده ولا نتحبس ولا لا؟ ده مسجد الو. يلا بينا. انا بص عاملينه الطراز اللي هو انت في تكييف شغال انت مش عارف هو جاي منين بس في تكييف معانا فر. ايه ده فين الكوتش؟ هتتسرق في الجامع. متحف الشرطة القومي اه هو أول حاجة قدامنا. يلا يا شرطة قومي. مش ده اللي فيه السجون؟ وجواه سجن القلعة. كانوا بيحبسوهم هنا؟ في الحر ده؟ إيه ده في واحد جوه. أقسم بالله اتخضيت. يا عم والله اتخضيت يا عم. قلت إيه ده أنت إيه اللي معادك هنا يا حاج؟ ومن هنا تقدر تشوف مصر القديمة كلها. ده البرج
البرج طوروه، خالي كان مستوعب في البرج ده. ده اللي على الشمال ده سلطان حسن وده الرفاعي. الهرم اهو ثلاثة هم والاهرامات كمان. ولو ايديك ما لمستش ايديا يا اخي مصر كلها يا اخي شايفها من هنا، هي معفره شويه بس طالع بالافكتات بتاعت الافلام الاجنبي اللي هي الصفر يعني ده مش فلتر يا صاحبي. ده المكان اللي في الحفله؟ اه ده مكان قاعه الحفلات اللي في حفله النهارده. نيجي بالليل مهرجان الطبول وده المتحف الحربي نجام قوش. مين دول بقى شبح؟ الفراعنة. من اول الفراعنه يلا ده الملك مينا احمس رمسيس الثاني صلاح الدين يا حبيبي جد حبيبي حبيبي بقول لك كمامه عشان تخش عشان اخش بعد كده بقى الناس تيجي ومعاها كمامات. الجنادي المجهوله اهي مشغلين اصاله في المتحف الحربي. تيجي تخش هنا تخش هنا يا جدع جينا من هنا ازاي بس؟ لا يا عم تعالى تعالى بسرعه قبل ما حد يمنعنا. هي فين العمال ساعه غدا ولا ايه؟ هو ممنوع نخش بس احنا دخلنا كده. ايه ده تقريبا طالق المدفع. بص شايف الهوا الناس دخلت ولا احنا اللي سوحنا الناس يلا يلا نخرج قبل ما يطلعوه. يا استاذ لو سمحت هي دي اثار حقيقيه كنت لسه هسالك. يا الحاجات دي حقيقيه؟ كتير. المسكوت ده يعمل له كام يا كتير يعمل له 7000 سنه يا عم. 7000 سنه ايه فلوس؟ ايه رايك في المتحف الحربي؟ لا مش جامد. ما تجيبهاش دايرك مش جامد. لا لا جامد مش جامد مش اللي هو الواو حجر رشيد مرقوش هنا يعني فوق العصر الحديث. ثواني بس هو انت مش لابس الكمام؟ اما رقبت لما يزعقوا لي يا يا العصر الحديث. قلت هنلاقي تبالي تليفونات حاجات بتطلع احنا تايهين اقسم بالله ما عارفين نخرج. المكان فاضي ومش لاقيين حد. هلو يو كان هير مي سامون. الحمد لله لقينا الخروج. طلعت رحلة تبع المدرسة هنا عليا وانا صغير من الزحمة بس والحر وقعت وقعت اغمى عليا. وده مسجد محمد علي. فاتح ولا قافل؟ لا فاتح. طب مش دلع الجنيه؟ دلع النص دلع 5 جنيه؟ مش 5 جنيه. طب شوف ال 50 جنيه دي كده ولا 50 جنيه. امال لسه جنب محمد علي على كام يا اسطى؟ على 200 جنيه طيب؟ مسجد محمد علي كان على البريزة. اه صح كان على البريزة ما كانش على الفلوس الورق. ايه يا اعمى؟ ايه يا اسطى الطراوه دي؟ البلاط مسقع الجو الدنيا طراوه. اه ايه الاخبار؟ ولا ولا ولازم تطلع من هنا؟ ايه؟ بص فوقيك بس الخروج من الباب التاني بره نار. يا خش تاني ولما تخرج هتلاقي ساحه برضه بفيو مختلف. يعني البرج ده اثار عشان كان متصور فيه خاله. اه خالي كان متصور فيه فهو كده اثار. انت متصور نفس الصوره اللي كان متصورها. لا لا ممنوع الدخول تقريبا. هو خالي بس اللي دخل. يلا احنا راجعين هتغدينا؟ اه هنتغدى كشري من عند ابو سليمان. تعالى اعمل معايا فيديو هنا اشهرك. صباح الفل. اصلا انتوا اثار جامد جامد. بتبيع ايه؟ ورق بردي. ورينا كده. عندك معيش. عندك عملات؟ عندي عملات. ده الشيلن والباريز وجامع محمد علي اهو فعلا على الباريز. بكام بقى العمله ولا الكوليكشن كله؟ كلها ب 100. احنا ممكن نخش نقعد في الجنينه صح؟ نطلع نقعد في الجنينه. صباح الفل يا معلم. خد سمبوسك. ولو خرجت الساعة 4 ونص ممكن تدخل تقعد في الجنينة لحد الساعة 5 أو لحد ما يجي يمشيك. هو ده أبو سليمان. صباح الفل. إيه الأخبار؟ إزيك؟ عامل إيه؟ هو ده أبو سليمان. تاكل طاجن؟ ناكل طاجن. أنا برضه من السيدة
الراجل بياكل انا اقعد جنبه. هنا ترابيزات عائلات قوي لدرجه ان احنا ممكن كلنا وناس ما نعرفهاش يقعدوا على نفس الترابيزه. طبق المكرونه ب 10 وطاجن اللحمه ب 18 والفراخ ب 21 وسندوتش الكبده او السجق ب 2 جنيه ونص. ممكن اقعد نص ساعه اقلب. 1 hour later. عم يا جابري اكل شعبي على مود من حلاوه الكبده والسجق طلبت تاني. السلام عليكم. الاكل جامد بامانه. انا عايز واحد عصير تاني. ورجعنا عشان نحضر الحفله. في العادي القلعه بتقفل الساعه 4:30 بس اللي بقى فيه حفله بتقفل 4:30 بس بتفتح 6 والحفله بتبتدي 8. في ايه؟ الله انت كويسه؟ انا كويسه. هو ايه ده بقى؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده انت اطول مني. انت فاكر نفسك انت طويل بس ولا تعال ناكله بالنص نشوف يقع ولا لا. ايه يا عم مهرجان الاطفال ده؟ بتفكرني باللعبه بتاعت اوتر اوفر دوز. نشاز خلص النطاق يرتدي النشاز بتاع التايتانيك. وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان مصر فيها اماكن تراثيه تستحق الزياره وبرده على قد فلوسنا. فقولوا لنا عايزين الفيديوهات الجايه فين، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه. فاشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.